القصه ديالتي هي امي خرجتني للزنقه فهم 12 عام في عمري، وعشت 12 عام في عمري في الزنقه في مراكش، و تعدوا عليا فاش كنت صغيره وهداك الشيء وتعدى عليا واحد وغتصبني وهداك الشيء، وحملت ولدت بنيه دولت عندها 10 شهور وقدموا الامانه امانته مات ليا. فاش جيت لهنا الى كادير حدات ناس معايا في الزنقه حتى ماتت البرد صافي، وبقات معايا حتى قدموا الامانه امانته، جاوا البوليس قال لي راه ماتت ما عند كيما ديري صافي. عشت معاها بزاف تكرفس ديال بصح، وقاس الان حاليا باقا في الزنقه وباقا الظروف ديالي صعيبه اكثر من الاول. ما كنت في الاول هي تيساعدوني الناس حيت كانت معايا وداك الشيء، واخا هكاك وما تيدخلونيش للدار في الزنقه، واكثريت تعذبت بزاف مي ماتت، وقاس حاليا دابا باقا في الزنقه تناكل فيما مشيت لا طلب شي حد يعطيني ناكل، ولكن السكنه هي اللي ما كايناش استقرار ما كاينش. حاليا دابا باقي الحال هل انت نعس في هاد البلاصه فين شتو، والماكله راه تمشي تعطوني اي واحد يعطيني ناكل. العيد اللي جا الرمضان اللي جا تلقاني باقا في الزنقه ما كاينش اللي يحن عليا ولا يعاوني. بغات هي الفلوس تخرجني باش نجيب لها الفلوس، مي باش نجيب لها الفلوس، وانا ما عرفتش منين نجيبهم ليها، انا ما شدهمش لها تنبات في الزنقه. هذا تبي تخرجني للزنقه باش نجيب لها الفلوس صحه، ما لما بجدتهمش لها تنبات في الزنقه. وصافي بقيت هكا حتى جيت لاكادير، ما بقيتش نجي حين جرات عليا قالت لي صافي قاش جي للدار. الوالد ديالي مفارق مع الوالده و بوحدو وهي بوحدها، صافي هادشي اللي كاين. انا الامنيه ديالتي هي نلقى شي بلاصه اللي نستقر فيها وعندي شي بيت ولا شي حاجه، تنطلب الناس والمحسنين يتعاونوا معايا والناس الجمعيه يوقفوا معايا باش نكري ونحيد من هذه الزنقه هذه ما نبقاش فيها. شحال مره تنبين تيكون شي حد تيبي يتعدى عليا، ولكن تيكونوا الناس تيفكوني منهم. شحال مره تيبي وجهي تيبي تخسر، شحال حاجه تيبغي اي واحد كلي تيبغي يديني الصحه وما بعض المرات ما تمشي تيجي الناس يفكوني منهم، تيبي يديوني الصحه باش يغتصبوني، ولكن الناس يفكوني منهم مثلا ما تيديونيش البلاصه. دابا حاليا من 12 عام دابا راه بزاف، دابا 25 عام المده كلها في الزنقه. حاجه وحده اللي سميتو ما وصلش لحاجه الخيبه البليه ولا شي حاجه، ولكن هكا راه انسان تيتقهر، واخا ما يكون داير شي حاجه راه تيتقهر. راه الراجل دابا تيتقهر على والبنت كتر، البنت راه حين تكون معرضه لبزاف د الحوايج، تانا واستقرار وتكون عندي تانا شي محل وما نبقاش نعس في هاد البلاصه هادي. لا ما عمرني قريت، لا ما عمرني قريت. حاجه وحده نطلب منهم اللي يساعدوني باش نكري ونحيد من هاد الزنقه وما نبقاش فيها، ونستخر تانايا ونكون تانا بحالي بحال الناس، ونمشي ندور نخدم ونلقى شي خدمه نقابل شي مرا كبيره ولا في شي دار ونرجع في حالتي المحل ديالي. بزاف ما نقولكش شنو، ولكن صعيبه بزاف والله، صعيبه اللي يقدر الانسان ما يقدرش يتحملها، اللي الانسان ما يقدرش يعاونك وخير يعطف عليك ولا شي حاجه ولا يدخلك ولا شي حاجه ما كاينش. ها هادشي اش بنقول لك، تنطلب بزاف العذاب اللي ما تقدرش تخيلو على راسك، يقدر يتخيلوش على الناس على بالهم، راه صعيب بزاف، وبالاخص الامهات اللي تيطلقوا ولادهم وتيخليهم في الزنقه وما تيحنوش عليهم ويجمعوهم.
الرسالة ديالي هي اللي الله يهديها وصافي الله يهديها، متبقاش دير هادشي في خوتي. ولا عندي عندي 7 4 البنات و 3 الدراري، تا هما جرات عليهم حالة، تا هما لا يرثى لها، ولكن حداها فهمتي بعض المرات تيدورو تيعيو في الخا تيمشيو لعندها، حنت هي دوك تيديرو لها داكشي اللي بغات هي، تيجيبو لها الفلوس. ما عرفتش اختي، راه اختي كانت خرجتها وحملات وبعت لها ولدها، جدات فيه تليفون، بتليفون، ودابا هي تشردت، دابا هي في الزنقة. صافي هادشي اللي كاين. تنطلب الناس للجمعيه والناس المحسنين يتعاونوا معايا، والله ينصر سيدنا. هادشي اللي تنطلب غير نلقى فين نعس وفين نسكن، ما نبقاش في الزنقه جالسه.